مرحبين ومرحبا يا اصدقائكم فيديو جديد اليوم على قناه ماخرت في العنوان. اليوم يا اصدقائي هو فيديو كيف تسوون هدايا مجانيه، فتوحوا تقدرون تسووها يا اصدقائي والطريقه جدا سهله. فقبل ما نبلش بالفيديو حطوا لايكاتكم واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وخلونا نبدا بهذا الفيديو. ليتس جو. طبعا يا اصدقائي راح افتح اليوم 5 صناديق. تذكرون انا بالتحديث السابق اللي هو كان يا تحديث الفصح يمكن لو يا تحديث ناسي صراحه او هالوين، اي هالوين قلت لكم افتح 5 صناديق بكل فيديو. هيا ليتس جو. فصراحه متحمسه. شوفوا شكل هذا الصندوق، راح هسه نفتحه ونشوف شنو بي. اوكي كرم، اوكي اتوقع هيك الاسم، فخلونا نفتح الصندوق ونشوف شنو بي. اوكي حصلتي على كأس في عصير او شيء مثل هذا، فشكرا نايس. نفتح الصندوق اللي بعده. اوكي فهذا هو الصندوق يا اصدقائي، تعالوا نفتح شنو بي. وات هذا شنو؟ هذا مسبح؟ وات ما اعرف شنو هذا بس مبين شي حلو. وات ويت ويت ويت، نفتح اللي بعده. زوزو تعالوا نفتح. وات او ماي جاد، قطع اثاث حلو. هذا ايش قد والله الرابع نايس. اوكي او ماي جاد افتح بليز. اوكي وهذه هديه من يوتيوبر اسمها عبدو، فيب يا اصدقائي خلونا نفتح. شكرا والله اجزك بعدين. واو قطعة بلو، لا ويت واو قطعة ملابس، هاي مبينة صناديق نادرة، يعني تخيلوا فيها قطع ملابس وأثاث. أو ماي جاد صراحة حبيت، خلونا سكرنها. قطعة ملابس مبينة تجنن. نفتح الصندوق الأخير، صراحة أنا حابة أفتح أكثر من واحد مدري ليه. المهم فخلونا نفتح هسه هذا الصندوق. وات أو ماي جاد والله حلوات. واو عاد انا كلش احب النجوم. اوه ماي جاد راح افتح واحد اخير. اوكي صراحه حيل عاجبيني. نور نفس اسمي طقيها. اوكي فيلا خلينا نشوف. ها رجعت لي هذا الاثاث نايس. هذا حموشي، هذا حموشي، خلينا نفتح هديه حموشي. اوكي اعتبروها يعني ما محسوبه. المهم فهذه هي هديه حموشي، تعال نشوف شنو بيها. يعني هاي القطعه لا تكررون يا اخوان، اريد ملابس. اوكي الباقي راح افتح بعدين، صراحه متحمسه للفيديو الجاي، عمود افتح هذه الصناديق حيل حلوه. تعالوا نجرب البلوزه اللي حصلتها هسه من عبدو. فليتس جو. وين ممكن تكون صراحه ما ادري. المهم فخلنا ندور هسه نلبسها ونسوي بعد الهدايا. او ماي جاد او ماي جاد والله حلو. ثواني ثواني خلنا شوية نعدل، يعني مو هيك شي صاير مخربط. ثواني واو اتوقع مال لعبة جنشن حصر حلوة. تعالوا خلنا نشوفها وينها، اضيعت طبعا. اي هاي واو، لا ما هاي كرومي حلو بس راح استخدمها. لو تحسوا هوسة 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 او ماي جاد راح استخدمها. تمام حلو، شكرا لكل شخص دز لي هدية. اوكي فاي اوكي ليتس جو ندخل على البيت وبعد اعلمكم شلون تسوون هدايا لكم او لاي واحد مجاني. تمام فليتس جو. اول شي راح تدخلون بيت الكريسماس، كريسماس قصدي او ماي جاد، فتقدرون تستخدمون البيت اللي عندكم. وبنفس الوقت يا اصدقائي تقدرون انه تروحون على البيت الموجود في المدينة. تمام فا اوكي هسه شو تسوون؟ تروحون يا اصدقائي لهذه الاجهزة الموجودة في البيت، تستخدمون اي قطعة تريدونها منه ومنه. خلينا نقول مثلا هاي القطعة، هاي لونها اصفر والاحمر، وتروحون بعد ما تختارون قطعة تريدونها تروحون هنا وهو راح يصنع لكم قصدي، وراح تحصل على هدية. تعالوا هسه نفتح نشوف شنو بيها. اوه صرت حجم اكبر او ماي جاد نايس. فمو بس هيك راح يعطيكم مثلا دبدوب دبدوب. المهم فيعني يعطيكم اكثر من شغله. فهسه شوفوا يا اصدقائي ثواني، ها اي صح نقدر نوخرهن. فهسه يا اصدقائي مثلا خلينا نقول نستخدم الاخضر ويا الابيض. اوكي شو الحركه؟ اوكي اوكي نشوف. او ماي جاد مسجه
نايس، حتى يطول مسجه. ويلي شغله مميزه صراحه، كلش حبيت. نايس، شوفوا هاي ما تخلص وقتها، تقدرون تستخدموها في اي وقت، بس اذا ضغطوا على الاكس راح تروح. تمام، فانتوا بعد تقدرون تتحكمون في شو وقت توخروها وهاي. فا اوكي هسه نستخدم الازرق والبرتقالي، نشوف شو راح نحصل. واو، طائره ورقيه. او ماي جاد، هي كيف هذه؟ او ماي جاد، نايس، شنو هاي؟ والله حلو، حبيت صراحه الفكره جدا حلوه. نايس، وشوفوا كيف صارت. ما شفتوا، اقصد شفتوا بس ما انعادت. اوكي حلو صراحه. شنو اخرها الحين؟ خلينا نسوي العجوله في البيت بين ما هي تخلص. فا اوكي، طبعا هنا الترتيب كلش عاجبني، شوفوا كيف يا اخي. لا ثلاثة كريسمس شيء ثاني. اوكي، وشنو عندنا هنا؟ عندنا هاي همات جساء، حلو. او ماي جاد، والله حلو البيت صدق حلو. وات، شنو؟ يوخر الهدايا اللي ما اريدها، لو شلون؟ تعالوا نجرب ثواني. هسه مثلا اقول استخدم الازرق واحمر، عندنا زيرو جرافيتي احنا. ثواني اوكي، خلينا نسوي. وات وات وات، حلو. او ماي جاد، ايش هذا؟ او ماي جاد، رهيبه رهيبه رهيبه. او ماي جاد، شو كيف؟ واو، اشياء يعني صدق مات العقل بس تخبل. نايس نايس، حبيت حبيت. خلينا نسويها مره ثانيه نشوف اذا حتتغير. اوكي، نسوي مره ثانيه، يب راح يسوي لكم اياه نفسه. فمثلا اذا ما عجبتكم الهديه اذبوها منا، بس رغم تقدرون تضغطون اكس بس. اوكي، فخلوا هسه شنو نسوي؟ نسوي هاي ويا هاي. اوكي، اخضر وبرتقالي، نشوف ايش راح يسوي لنا. اوكي، ايش هذا؟ شنو؟ ما افتهمت. اوكي، مبينه يعني شغله هيك ما تشتغل يعني عادي يعني ما ادري. نستخدم هاي همات اصفر وابيض. بعد ما يسوي يعني يسوي بس هاي، ليش ما دا اسوي؟ لا بعد اريد اشياء. شنو هاي؟ ثواني. اوه دب، اي هو هذا الدب اللي قلت لكم عليه. شوف كيف هذا، ايش صار يسوي؟ ما تعرفتهم. هلو. اوكي فحلو، خلونا هسه نستخدم الدب. رهيبة، تحولكم يا أصدقائي لملابس دب، رهيب، حلو 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 صراحة الأفكار تجنن. خلونا نوخرها من نانا، ما تتوخر. أوكي أوكي، فهسه شنو بعد نسوي؟ ما أدري صراحة، خلينا نجرب هاي ويا الأحمر، مدري سويتها مدري لا، هذا برتقالي مو أحمر. ها اي سويت. اوكي، فطبعا يا اصدقائي تقدرون تسوون مزلجة هواية وتحفظوها، حتى عندكم يا اصدقائي الطائرة الورقية يعني حفظوا هواية هواية. اوكي، حتى اذا خلص التحديث انتم ما عندكم البيت، بس راح تقدرون تستفادون من عنده بشغلة يعني، فحفظوا هواية مزلجات وياكم. ها هذا، هاي خليني اجربها، ما جربتها. حلو، بس لحظة خليني أتأكد، هي صدق احنا حيحفظونا مثلا الطائرة الورقية يعني؟ هسه انا حفظت لي وحدة، نشوف اذا صدق موجودة. ماكو، معقول عاد صدق ما يحفظ لكم اياها؟ لا هو سوا قبل شوي ما حفظ لي اياها. او ماي جاد، ايش هذا؟ اوكي، بحط لايكاتكم، هذا هو الفيديو باختصار، قولوا رايكم بفكرة الهدايا صراحة تجنن، وشنو اكثر شغلة حبيتوها؟ فحطوا لايكاتكم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وبس باي باي.